اعرف للامانه بلاي ستيشن ايش قاعدين يسوون. يعني عندنا كميه اخبار رسميه ما بين البلاي ستيشن 5 حتى لدرجه الحصريات اللي من اول قاعدين ننتظرها للبلاي ستيشن 4. كل ما اقترب موعد اي 3 كل ما الكلام كثر. وفي اخر الاشياء الغريبه اللي صارت، امراه اتطلقت من زوجها والسبب لعبه ببجي. خليكم مع المقطع. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين ومبسوطين. معليش مع الحماس، بس لو صراحه حلقه اتاك اون تايتن الاخيره اسطوريه. ما علينا، في اشياء غريبه هنا خليتها لكم، ابى اشوف مين الذكي اللي حيعرفها. اصلا ذا الفيديو فيه اشياء كثيره غريبه حيكتشفها ويكتبها تحت. حاب اذكركم انه حبدا اقرا التعليقات في اول ساعه، فقبل لا نبدا وزي كل مره حاب اذكركم بس الاشتراك، اللايك اللايك اللايك، تراكم مره سايرين بخيلين في الفتره الاخيره بشكل غريب مع النشر، وبالاضافه لا تنسون الاشتراك. ما ادري ايش قاعد اقول، بس المهم انه وصلتكم الفكره. خلونا نبدا. يوم الاربعاء القادم ان شاء الله حيكون في اعلان واخيرا ورسمي للعبه ديث ستراندنج، من اكثر الالعاب اللي انا متحمس لها للامانه، وخاصه اسلوب كوجيما في التسويق لهذه اللعبه جدا مبسوط منه، لانه ذكرني باسلوب روكستار وما في حرق كثير من اللعبه، وهذا اللي يهمني. متحمس ليوم الربع ان شاء الله حيكون في مقطع لرده فعلي على الشيء اللي حنشوفه، ومقطع ثاني حيكون كمان تحليل، فيا رب كمان يحددوا لنا متى موعد صدور اللعبة. لازلنا مع البلاي ستيشن 4، وهذه المرة مع لعبة لاست اوف اس بارت 2. كلام كثير طالع انه الاسبوع الجاي حيتم اعلان، وشاركونا مقطع جديد للعبة لاست اوف اس بارت 2، ممكن حتى متى موعد صدور، وخاصة في الفترة الأخيرة قاعدين يسرعوا في رتم تطوير اللعبة، والدليل طلباتهم في التوظيف في الفترة الأخيرة. واضح بلاي ستيشن من النهاية الأسبوعين هذه حيسيطروا على الميديا قبل لا يجي معرض اي 3، ممكن حتى الكلام يطول ويزود في الفترة الجاية إلى ما يجي معرض اي 3. هذا التقرير حاب أشكر فيه أخويا وأستاذنا زكريا صراحة اللي تكلم فيه عن لعبة ساكر بنش اللي هي لعبة جوست أوف توسو شيما. طبعا اللعبة هذه صراحة واضح أنها أسطورية من بدايتها، وخاصة اللعبة فيها ساموراي ومن الأمور هذه. تكلمنا كثير عن اللعبة هذه، لكن الواجب ذكره أنه في آخر تصريحات الاستوديو ناويين يخلون اللعبة هذه قوية، فيبغوا خلونا نقول تكون بمقام او بقوة العاب زي مثلا God of War، Red Dead Redemption، الالعاب هذه اللي هي تربل ايه. طبعا هذا بيخلينا نستنتج، وزي ما قال اخوي زكريا صراحة اللي كلامه جدا مقنع وقرايت ما بين السطور اهني عليها، شكلهم يبغوا ينافسون على لقب لعبة السنة، فما ندري هل يقصدون انها حتنزل السنة هذه او السنة الجاية. سوني مولعتها صراحة، بس تخيلوا بالحصريات هذه لسه ما نزل. الآن نبدأ بأخبار البلاي ستيشن 5، بس في حاجة مهمة كمان للبلاي ستيشن 4. وفي تصريح رسمي من بلاي ستيشن، وهذا طبعا كل الكلام صار في مؤتمر كان خاص بالمستثمرين، أعلنوا فيه إنه الدعم لجهاز البلاي ستيشن 4 حيستمر تخيلوا لمدة 3 سنين قدام. الأهم من هذا كله إنه حيكون في خاصية اللعب المشترك بين الجهازين، فإذا أنت ما تقدر تاخذ بلاي ستيشن 5 ما عندك مشكلة، حتستمر في البلاي ستيشن 4 لأنه لسه كمان في ألعاب كثير قاعدة تتطور وتكلمنا عنها قبل شوية. قبل أن نغوص في جهاز البلاي ستيشن 5، بس تأكيد للناس اللي شاكة Death Stranding, Last of Us أو حتى لعبة Ghost of Tsushima أكدوا علينا أنها حتنزل على البلاي ستيشن 4، فهدوا أعصابكم ما راح ينسحب عليكم. وفي صورة من اجتماع أو خلينا نقول مؤتمر صار ما بين الإعلاميين وبعض المستثمرين، كشفت فيه سوني عن خطتهم لجهاز البلاي ستيشن 5. الصورة اللي حتشوفونها قدامكم بتبين لكم خطة البلاي ستيشن 5 اللي بالأزرق الفاتح. هذه الأشياء اللي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، واللي بالأزرق الغامق واللي تعتبر أهم شيء من ضمنها تاريخ الإطلاق أو حتى سعر الجهاز والألعاب، ولا ننسى بعد كذا تجربة المستخدمين والدول أتوقع اللي حتنزل فيها الأجهزة. فالأمور هذه كلها لسه ما تم الكشف عنها، فصراحة متحمس نشوف الأشياء دي، خاصة إنه الكلام كثير على إنه سعر الجهاز ما راح يكون غالي. لازلنا مع البلاي ستيشن 5، وهذه المرة مع خدمة البلاي ستيشن ناو. احنا نعرف انه الخدمة هذه مو متوفرة لكل الدول، لكن اللي حيصير مع البلاي ستيشن 5 انه هذه الخدمة اوريدي حتكون متواجدة في الجهاز. طبعا الفكرة وما فيها هذه المرة مو بس انه حتحمل العاب ومدري حتلعب العاب وخلاص وانتهى الموضوع، لا، حتقدر كمان تلعبها بطريقة بث مباشر، فمعناته اي لعبة حتخطر على بالك حتحصلها بخيارات معينة زي ما انتم شايفين في الصور قدامكم، انك تحمل يا انك على طول تبدا تلعب وهي في الستور زي ما هي، فكل اللي تحتاجه النت. واتوقع احد الاشياء اللي تم استثمارها مع الاكس بوكس، ونتوقع انه اكيد ان شاء الله نقول تتوفر عندنا في الشرق الاوسط او شمال افريقيا بشكل عام عندنا كعرب يعني. بالنسبه لخدمه الباكورد كومباتيبلتي اللي هي تنقل لك الالعاب القديمه لجهاز البلاي ستيشن 5، حتكون مدعومه في جهاز البلاي ستيشن
5B كامل قوتها على كلام وتصريحات سوني الأخيرة. يعني بكل بساطة إذا أنت حاب تنقل حسابك من بلايستيشن 4 لبلايستيشن 5 حتحصل مكتبتك جاهزة، الألعاب موجودة، طبعا حتكون أكيد في فرق في الجرافيك والأمور هذه كلها، بس حيكون موضوع جدا سلس بين نظامين. فلا تخاف يا صاحبي، في النهاية سوق البلايستيشن 4 يعتبر كبير جدا، وأكيد سوني ما هي غبية أنها تخسر العدد المهول اللي وصل حدود 100 مليون جهاز مباع تقريبا. اكيد اغلبكم جاب باله موضوع حصريات جهاز البلايستيشن 5. حسب ما صار في اجتماع المستثمرين انه فعلا في العاب حتكون حصريه لجهاز البلايستيشن 5، لكن للاسف ما تم الاعلان عنها، بس اللي نعرف انهم شغالين على اشياء بتكتم كامل. احنا نعرف حاليا في حصريات لسه ما نزلت على البلايستيشن 4 حتنزل، لكن حصريات البلايستيشن 5 ما هي واضحه الى الان. بس على كلام سوني انه في اخر تقريبا 8 سنين ما اخذوا اي استوديو جديد غير تقريبا ساكر بنش في اخر تقريبا 8 سنين من سنه 2011 اخذوا الاستوديو ده اللي طور لنا العاب معروفه زي عندنا انفيموس، او حتى في الفتره الاخيره حاليا لعبه جوست اوف توسوشيما. فمساله وقت ونشوف. واضح سوني عندهم مخططات كثير. بعضكم كان يسأل في الكومنتات الأسبوع اللي راح على موضوع الـ VR، وإنه خلاص طفشنا من موضوع الجيمز وتلعب وخلاص، يعني ما بين جيل وجيل جرافيك والأمور هذه كلها. سوني عندها خطة كمان لموضوع الـ VR، وعندهم شيء جديد حابين يتوجهوا عليه، وعلى حسب التسريبات والكلام الكثير اللي طالع في الفترة الأخيرة إنه سوني خطتهم ما يبغون شيء اسمه أسلاك ومن الحوسة هذه كلها، يبغون يبسطون التجربة من ناحية الأسلاك والتعقيد هذا اللي قاعد يصير، لكن في نفس الوقت يبغون التجربة تكون خرافية على نفس الجهاز. لكن هل تتوقع انه الجهاز حينزل في نفس الفترة ولا؟ حسب بعض المحللين ما يتوقع انه الفي ار حيعلنوا عنه في وقت قريب من صدور البلايستيشن، ممكن بعد فترة على اساس انه لا يلخبط الناس، بحيث انه تخيل يكون في جهازين قريبين من سعر بعض، شيء ب 400 وشيء ب 500 دولار مثلا، فلا حيفصلوه على اساس انه ياخذ حقه البلايستيشن 5 كجهاز، بعد فترة الفي ار ياخذ حقه كجهاز او شيء اكسسوار اضافي. واخر خبر معنا على البلايستيشن 5، وفي مقابله صارت من احد الاستديوهات اللي اسمه اعتقد اوكوموتيف، حتحصلوا رابط المقال عندكم في الديسكربشن للي حاب يتمعن ويتفرج. صرحوا فيه لموقع جيمنج بولت انه فعلا جهاز البلايستيشن 5 حيغطي الفجوه اللي ما بين الجهاز او اجهزه الكونسول واجهزه البي سي. للجيل الحالي حاليا انتم شايفين كثير من تقريبا من العاب البي سي نزلت على اجهزه البلايستيشن 4 مثلا، او حتى على الاكس بوكس 1، ويتوقعوا حيكون الوضع كمان اسهل واسهل مع الجيل الجديد. يعني بكل بساطه اي شيء حينزل على البي سي حتحصله موجود على اجهزه الكونسول، من غير طبعا قوتها اللي حتكون رهيبه وقت ما حتنزل وسعرها المنخفض. اعطونا رايكم في مواضيعنا هذه كلها تحت. قبل لا تكتب رايك في فيديو اتمنى انك تشوفه موجود عندنا في الموقع، احتمال تحصل او دور عليه، بيبين لنا سرعه البلايستيشن 4 و5 قديش الفرق بينهم، وتكلمنا عن هذا الموضوع. للاسف ما اقدر اشاركه لانه اكيد انه بيدخلنا في مشاكل، فجربوا شيكوا الموقع وسووا سيرش بسيط وشوفوا الفرق اللي تكلمنا عليه ايام سبايدر مان، اللي فاكر الخبر يكتب تحت. اما الان مع اخبار سريعه. لعبه نواه بجزءها الثاني حصريه جهاز البلاي ستيشن من اخر مؤتمر في معرض اي 3 الماضي، ما عاد ندري عنها اي شيء. حاليا استديوهات تيم نينجا، يمكن بعضكم حتى ملاحظ اللعبه منتشره في الميديا بشكل عام، للبعض قاعد يلعب هذه النسخه اللي هي الالفا التجريبيه، واللي حتستمر ما بين 24 مايو الى يوم 2 يونيو القادم. اللعبه تغير فيها من حسب التريلر، اول شيء حتقدر تصمم لك شخصيه خاصه، تقدر تتحول الى شيطان او ديمون، بالاضافه للقدرات التعويذات السحرية، وغير قتال طبعا البوسس بشكل عام في اللعبة. للأسف إلى الآن ما في أي موعد معين لإطلاق اللعبة، بس نتوقع أنه ممكن يصير لها إعلان خلال الفترة القادمة. شهرا بالضبط في صناعة لعبة وولفنشتاين يونج بلود. طبعا من التريلر بكل بساطة حيكون في فترة الثمانينات، بلازوكوفيتش حيكون مفقود، واخر مكان له كان التواجد في باريس اللي تحتلها القوات النازية، ولازم على بناته التوأم جيس وصوف يحاولوا يحصلون ابوهم اللي ما راح يوقف في طريقهم طبعا الجيش النازي. الواجب ذكره انه في نهاية التريلر ذكروا انه حزمة ذا بادي باس حتعطيك امكانية انك ترسل لاي احد يلعب معك وينضم معك بطريقة تعاونية على نفس طريقة لعبة اواي اوت. اللعبة حيتم اطلاقها ان شاء الله على بلايستيشن 4 والاكس بوكس 1 والحاسب الشخصي في يوم 26 يوليو القادم. وفي تغريدة نشروها جوجل عن جهازهم ستاديا، اتكلموا على انه حيتم نشر سعر المنصة والالعاب اللي حتكون مع المنصة، وغيرها من المعلومات الهامة اللي حيتم عنها الكشف خلال فترة الصيف القادم، واحنا بنتكلم كده عن شهر اغسطس او خلينا نقول شهر 8 القادم. يوم الاربعاء القادم وبدون سابق اي انذار، لعبة دايزي حتكون متوفرة على اجهزة البلايستيشن 4 كنسخة رقمية فقط، يعني يوم 29 مايو الجاري. اللعبة فكرتها بكل بساطة بتحطك في
جمهورية تشارنوس الخيالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بحيث انه انتشر مرض فايروسي بيخلوا العالم تحولوا الى زومبي. اللعبة تعتمد على النجاة وتجميع الموارد وحتى موضوع الخيانات بين اللاعبين. اخر خبر معانا في اخبار سريعة، تسريبات كثير من استوديوهات فروم سوفت وير، وهذه المرة على اللعبة حيتم التواجد او اعلانها في معرض E3. وفكرتها بكل بساطة انها لعبة RPG تتكلم عن حرب المئة عام الاهلية، وحتكون في عالم فانتازي مظلم. وحسب المصدر انه قصة اللعبة حتكون عن فرسان يختفون بعد ما يرسلونهم مماليك للبحث عن قطعة أثرية، وهنا طبعا بيبدأ دورك انك انت تبحث عن هذه القطعة وتشوف ليش الناس قاعدة تختفي. طبعا الواجب ذكره انه حيكون في شخصيات ثلاثة في البداية حتختار منها، سواء عندنا شخصية الصياد او المحارب او حتى الساحر. وللأسف برضو الخبر بيقول انه مايازاكي ما راح يكون هو اللي ماسك اللعبة، المخرج المعروف لسلسلة السولز اللي حيكون ماسكها تانا ميرو كإخراج، بينما مايازاكي حيكون مساعد المخرج. لا ننسى كمان في تسريبات قبل كذا انه فروم سوفت وير شغالين مع الكاتب لسلسلة او مسلسل جيم اوف ثرونز على لعبة برضو فيها كمان موضوع مماليك، بس هذه المرة انك تسيطر على المماليك وتستحلها. لعبة جيرس اوف وار الحصرية المعروفة لأجهزة الاكس بوكس طلع عنها تقرير كامل بيتكلم عن توجهات اللعبة في الفترة الجاية، واللي حتكون عالم مفتوح. على حسب وصف التقرير هذا انه اللعبة حتعتمد بشكل عام انه قصة موضوع اعتماد البشرية على التكنولوجيا كان احد اهم الاسباب في سقوط عالم البشر. هنا حيبدأ دورك مع شخصية كيت في انك تستكشف هذا العالم وتكتشف الامور والغموض وراء السقوط اللي صار. طبعا لا ننسى انه دائما جيرس اوف وار تقدر تتعاون فيها مع احد يلعب معاك، فبالتالي من الممكن انه كيت مو بس انه تكون الشخصية تساعدها وبس، لا ممكن يكون احد كمان يلعب معاك. برضو كمان سرب التقرير موضوع الامور التقنية للعبة، زي مثلا انها تدعم 4K و60 فريم على اجهزة الاكس بوكس 1X. طبعا لكن ما ندري هل الاكس بوكس 1S العادي حيتحمل 60 فريم هذه او لا، ما نعرف، بس هذا كل تقريبا اللي نعرفه عن لعبة جيرس اوف وار، واحدة من اجمل حصريات جهاز الاكس بوكس. اخر قصة معانا اليوم وهي عن لعبة ببجي والادمان. طبعا احنا قد تكلمنا قبل كده على موضوع الادمان في الالعاب، وانه منظمة الصحة العالمية قد اعترفت في هذا الموضوع من فترة جدا طويلة، فالموضوع ما هو جديد. قصتنا بكل بساطة هذه المرة من الهند، لفتاة عمرها تقريبا 19 سنة متزوجة وعندها عيال، وفي نفس الوقت زوجها لاحظ عليها انه فعلا الادمية دي ما هي قاعدة تهتم لا هو ولا حتى بالبيت ولا الامور هذه كلها، فحب انه يحل الموضوع بكل بساطة انه لا تستخدمين الجوال كثير، ومع هذا ما سمعت، فاضطر انه رجع بيت اهلها. الناس نصحوها انها تروح تكلم جهة معينة عندهم في الهند على اساس انه يتدخلوا في الموضوع، فلما حبوا يتدخلوا في الموضوع قالوا له طيب خفف من الجوال، هنا الموضوع صار يزعلها بشكل كبير، فبطلت تكلمهم او تتواصل معاهم بعد كذا بكل بساطة. واستشارت احد الاصحاب اللي طلع في النهاية من الناس اللي يلعب معاه في لعبة ببجي. اللي صار من هذه الجهة او المؤسسة الحكومية انه اقرت انه هذه البنت عندها ادمان، وهنا لازم يكون في تدخل سريع على اساس يحلوا هذا الموضوع ولا ينهد على قولتهم بيتها ويضيعوا عيالها وزوجها في النهاية. فموضوع الادمان شيء ما يستهان فيه، وقد قلتها قبل كذا فعلا الادمان يعتبر مشكلة في عالم الجيمينج، فنقول الحمد لله في النهاية على كل حال. يعطيكم العافية على المتابعة، نشوفكم ان شاء الله في مقطع جدا قريب. كان معكم محمد برامو قناة فيديو جيم فور عرب، وصلوا اشتراك واللايك، ولما هذا كله النشر، مع السلامة.